الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: قدم الله ليس زمانيا، معناه أن الله تعالى لا يجري عليه الزمان، فهو ليس حادثا. هذا معنى قدم الله ليس زمانية. القدم من الصفات الثلاث عشرة الذاتية الواجبة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يكون الله متصفا بمقابل هذه الصفة. الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده سبحانه وتعالى، والزمان هو شيء حادث. الزمان معناه مقارنة متجدد بمتجدد آخر في توقيت مجهول بمعلوم. فالزمان حدث بعد أن حدثت المخلوقات، هو حدث بعد أن حدثت المخلوقات، بعد أن خلق الله تعالى الماء، خلق العرش، حدث هذا الزمان. فالزمان حادث، الله ليس بحادث، فلا يجري عليه الزمان لأنه ليس حادثا. لا يجوز أن يقال إن الله له عمر كذا. العمر هذا يوصف به المخلوق، الله تعالى لا يوصف بذلك. يقال عن الله موجود لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده. قال رحمه الله: الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان وقبل الظلمات وقبل النور، فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف كالأرض والحجر والكواكب أي النجوم والنبات والإنسان. هذا العالم هو عبارة عن الأحجام وصفات الأحجام، والأحجام إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون لطيفة. الأحجام الكثيفة هي الأحجام التي تمسك باليد، تضبط باليد، يقال لها أحجام كثيفة. واللطيفة هي التي لا تضبط باليد، لا تمسك باليد، كالهواء، الهواء لا نضبطه بأيدينا، والجن والملائكة والروح، هذه الأشياء هي أجرام أحجام لكنها لطيفة. الله خلق هذه الأجرام وخلق هذه الأجرام وخلق صفات هذه الأجرام، فالعالم فيه الأجرام الكثيفة والأجرام اللطيفة وصفات هذه الأجرام. الله الذي خلق هذه الأجرام وهذه الأجرام، هذه الأحجام وهذه الأحجام، وخلق صفات هذه الأحجام وهذه الأحجام، لا يجوز أن يكون مثلها، لا يجوز أن يكون حجما، ولا يجوز أن يكون متصفا بصفة من صفات هذه الأحجام كاللون والشكل والهيئة والصورة والحرارة والبرودة واليبوسة والعطوسة والحلاوة والمرارة. هذه الأشياء أعراض، هذه صفات الأحجام، صفات الأجرام، لا يجوز أن يكون الله تعالى متصفا بها. الانفعال هذا من صفات المخلوقين، لا يجوز على الله تبارك وتعالى أن يتصف بالانفعال. الذي ينفعل معناه يتغير، الذي يتغير معناه مخلوق، المخلوق يحتاج لمن خلقه، المحتاج لغيره لا يكون إلها. فحين نقول مثلا رضي الله عنه، ليس معناه أن الله تعالى ينفعل. حين نقول غضب الله عليهم، ليس معناه أن الله تعالى ينفعل. الانفعال من صفاتنا، الانفعال نحن إذا رضينا ننفعل، إذا غضبنا ننفعل، يصير فينا تحس أن الدم صار حارا فيك، أنه يتحرك فيك حرارة، أنه يفور. ليس بعض العوام يقولون فار بدني، فار دمي، لأن الإنسان ينفعل. أما الله لا يجوز أن يكون كذلك سبحانه وتعالى. فحين نقول الله يرضى، الله يغضب، معناه لا كما يرضى الورع، لا كما يرضى الخلق، لا كما يغضب الخلق. رضا الله إرادته الإنعام،
وغضب الله إرادته الانتقام. هذا معنى رضا الله، وهذا معنى غضب الله. حين نقول غضب الله رضا الله هذا معناه، ليس معناه الانفعال. الانفعال من صفاتنا، الله قائل ليس كمثله شيء. وحين نقول الله يحب فلانا ليس معناه الانفعال، أنت المحبة فيك التي تحدث فيك تصير فيك هذه انفعال، أنت تحب وتبغض بانفعال يصير فيك. حين نقول الله يحب كذا، الله يحب فلانا، يحب المؤمنين، معناه الله يكرم المؤمنين. محبة الله معناها الإكرام، الله يحب المؤمنين أن يكرمهم، يدخلهم الجنة. هذا معنى محبة الله للمؤمنين، ليس معناه الانفعال. وكل ما ورد في القرآن أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتوهم منه الانفعال في حق الله فليس معناه ذلك، يعني ظاهره يوهم الانفعال في حق الله فليس معناه ذلك، لأن الله لا يجوز عليه الانفعال، لا يجوز عليه التغير. يعني لما نقول لا يجوز عليه الانفعال؟ لأن الانفعال تغير، الله لا يجوز عليه التغير. فما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود متعب وجائع به جوع وتعب. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إحدى نسائه ماذا عندك، يعني يريد أن يكرمه، يريد أن يضيفه، يريد أن يطعمه، يريد أن يسقيه. فقالت أرسلت له تقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. هذا وين؟ في حجرة من حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسل إلى إحدى نسائه فأرسلت له الجواب ما عندي إلا ماء. قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سائر نسائه، وهو متزوج أكثر من امرأة، كل واحدة منهن أرسلت له والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ما في إلا ماء، ماء في الحجرة، في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حجرة زوجات حجرات زوجات الرسول، كل واحدة تقول ما عندي إلا ماء. في واحد منا في بيته لا يوجد إلا ماء، في بيوت بعضنا ما يطعم الناس يمكن لسنة. فهذا الحال الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي كل امرأة من نساء النفقة الواجبة، كل يوم تحصل كل زوجة من زوجات الرسول على النفقة الواجبة بدون الزيادات. الآن بعض النساء تقول لزوجها بدي مصروف، هذا المصروف الذي يطالبنا به الآن هذا ليس من الشرع، هذه عادة متبعة ليست من الشريعة. في الأصل المرأة لها هذه النفقة اللازمة، إن أكرمها زوجها بزيادة بارك الله فيه، لكنه ليس ملزما، لأنه صار عند بعض الناس كأنه إلزام، أريد مصروفي، فلانة تأخذ مصروفا كذا، فلانة تأخذ مصروفا كذا، عادات استاذات، استاذات العادات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا رحمه الله، يعني يدعو الرسول بالرحمة لمن يضيفه. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ الضيف وذهب به إلى بيته فقال لزوجته هل عندنا شيء؟ يسأل مش مثل أحوالنا دون ما يسأل البيت مليان. قال لزوجته هل عندنا شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء إلا قوت أطفالي، ما في إلا القوت الذي هو للأطفال، القوت يعني ما يقوم به البدن. فقال لها الرسول تعالى بالرحمة، قال لها علليهم، يعني لهيهم، لهيهم يعني باللغة العامية، علليهم يعني لهيهم، فإذا جاء الضيف أطفي افتراج ونوهمه أننا نأكل معه، قدم له هذا القوت حتى يأكل، يعني حتى يكون مسرورا. عرفت ليش أطفي استنارش؟ حتى لا يرى أنه لا يوجد طعام، يعني يهمونه حتى يكون مجبورا خاطر، حتى لا يكثر خاطره.
أنهم يأكلون معه، ففعلت ما قال لها زوجها، علمتهم بشيء، نهتهم، وضعت الطعام، أطفأت السراج، أكل الرجل وكان مسرورا. ثم جاء هذا الأنصاري بعد أن أصبح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. عجب الله ليس معناه الانفعال، معناه الله رضي عن هذا الذي فعلتماه، أنكما أكرمتما الضيف وآثرتما هذا الضيف على نفسيكما. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. العجب بمعنى الانفعال لا يجوز على الله تبارك وتعالى. ليش؟ لماذا لا يجوز على الله؟ لأنه تغير، والتغير لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. كذلك مع صحة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين. الضحك بالمعنى المعروف عندنا لا يجوز على الله، هذا معنى حادث، هذا معنى مخلوق. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيموت شهيدا المقتول، يعني لأنه مظلوم، ثم القاتل يتوب إلى الله ثم يجاهد في سبيل الله فيقتل شهيدا. يضحك الله إلى رجلين، قال البخاري: ضحك الله رضاه. ضحك الله رضاه، يعني الله راض عن هذا وراض عن هذا. أما الضحك المعروف الذي فينا يحصل هذه الابتسامة، يحصل هذا الانفعال، يحصل هذا التغير، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. والبخاري من السلف الصالح، كان وليا حافظا مجتهدا مطلقا، وقال: ضحك الله رضاه، يعني أولا الضحك بالرضا. لا يقول واحد من المسلمين إن ضحك الله كضحك الخلق، أو إن عجب الله كعجب الخلق، لا يقول واحد من المسلمين هذا، لأن من شبه الله بخلقه لا يكون من المسلمين. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. المجيء بمعنى الانتقال، هذا لا يجوز على الله. تغير الانتقال، يعني حين نقول انتقل معناه أقرب مكانا وملأ آخر، هذا معنى انتقل. لما نقول على الإنسان: انتقلت من بيتك إلى المسجد، معناه أفرغت ذاك الفراغ الذي كنت تشغله وأنت في البيت، ثم انتقلت إلى المسجد فصرت شاغلا فراغا في المسجد. هذا تغير لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا. سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: إنما تأتي قدرته. صفة الله ليس معناه أن صفة الله تنتقل من مكان إلى آخر، لا لا، إنما تأتي قدرته، أي تظهر آثار قدرة الله بظهور أهوال عظيمة في ذلك اليوم. الله تعالى ما أظهر مثلها قبل ولا يظهر مثلها بعد. هذا معنى وجاء ربك. وجاء ربك قال: إنما تأتي قدرته، أي تظهر آثار قدرة الله بظهور أهوال عظيمة في ذلك اليوم. من ذلك أنه يؤتى بعنق من جهنم، جزء من جهنم يجره الملائكة بسبعين ألف زمام، كل زمام يمسكه سبعون ألفا من الملائكة، يأتون بهذا العنق، بهذا الجزء من جهنم إلى جهة أرض المحشر، إلى جهة أرض الموقف، فيرى الكفار هذا الجزء من جهنم فيتعذبون، ينزعجون، يتألمون من ذلك. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. في ذلك الوقت الشخص يستطيع أن يعمل العمل التكليفي الذي يثاب عليه؟ لا، انتهى. الآن الإنسان يعمل العمل التكليفي الذي يثاب عليه وهو الطاعة. أما في ذلك الوقت حين يؤتى بجهنم: وجيء يومئذ بجهنم، يعني تأتي الملائكة بجزء من جهنم إلى قرب، إلى جهة أرض المحشر، حيث
يضرب الناس، الكفار يرون هذا فيتألمون. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذه الأحوال عظيمة تظهر في ذلك اليوم، هكذا جاء في القرآن الكريم. وجاء ربك والملك صفا صفا، أي ظهرت تظهر في تلك اللحظة آثار قدرة الله بظهور أهوال عظيمة. هذه الأهوال العظيمة هي آثار قدرة الله تبارك وتعالى. وتأتي الملائكة في سبعة صفوف يحيطون ببني آدم، يحيطون بالآدميين ويحيطون بالجن، فلا يستطيع أحد أن يخرج من ذلك الموقف إلا بسلطان، أي إلا بحجة من الله. لا يستطيع أحد أن يخرج من ذلك الموقف إلا بسلطان، أي بحجة من الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن حجة، كل سلطان في القرآن حجة. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، أي إلا بحجة من الله. من أعطاه الله ذلك ينفذ من هذا الموقف. هنا كلمة سلطان حين فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالحجة، هذا تأويل. حين فسر أحمد بن حنبل رضي الله عنه وجاء ربك قال إنما تأتي قدرته، هذا يسمى تأويلا تفصيليا، يعني عين معنى للكلمة، عين معنى للكلمة. وإلا جاء كلمة جاء عند الناس إذا قيلت ماذا يتبادر منها إلى الذهن أولا؟ المجيء المعروف المعهود الذي هو بانتقال الشخص أو بانتقال البهيمة أو بانتقال الملك أو بانتقال الجني من مكان إلى آخر، يعني فيه أن هذا الشيء أفرغ هذا المكان وملأ مكانا آخر وأنه تحرك. الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر، والسكون ثبوت الجرم في مكان. لذلك قال أهل الحق: لا تجوز الحركة على الله ولا يجوز السكون على الله. لماذا؟ لأن هذا من صفات الحوادث وهذا من صفات الحوادث، فكل ما كان من صفات الحوادث لا يجوز على الخالق تبارك وتعالى. لذلك يقول أهل الحق: رضا الله وغضبه صفتان ليسا بمعنى الانفعال. لا ينفي أهل الحق الرضا والغضب عن الله سبحانه وتعالى، لا، إنما ينفون الانفعال التغير عن الله. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني الله يكرمهم، معناه الله يكرمهم، الله راض عنهم، الله يكرمهم ورضوا عنه، معناه هم سلموا لله تسليما كاملا. هذا معنى ورضوا عنه، يعني لا يعترضون عليه لا ظاهرا ولا باطنا، لا في قلوبهم يعترضون ولا في الظاهر يعترضون، سلموا لله تسليما في كل ما يجري عليهم، سلموا لله تعالى تسليما. هذا شأن المؤمن الكامل، أنه مسلم لله تسليما كاملا تاما. إذا وقعت به البلية المصيبة لا يترك طاعة الله، لا يترك طاعة الله، لا يقع في معصية الله، بل يسلم لله تبارك وتعالى: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني في تلازم، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الإنسان كلما ازداد طاعة ماذا يصير فيه؟ كلما ازداد نزول البلاء عليه، كلما ازداد نزول البلاء عليه ازداد رفعة عند الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان المؤمن الصابر المسلم لله، لأن هذا الصبر طاعة، يعني هو ازداد طاعة بصبره الله يرفع له درجته. إن كان عاصيا
فاسقا الله يكفر عنه من المعاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، يعني ينزل به البلاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ينزل به البلاء بالمال، واحد يأكل ماله، يأكل له ماله، يأتي واحد يتسلط عليه يضربه يؤذيه يظلمه، يأتي إنسان يتسلط على أولاده يضربهم يقتلهم أحيانا. فهذا المؤمن إن كان من الصابرين، هذا المؤمن من العصاة وصبر، الله يكفر عنه الخطايا بهذا الصبر لما نزل عليه البلاء. إن كان من الصابرين المتقين الله يرفع له درجته. لذلك قلنا في سكرات الموت التي تحصل للكفار تحصل للمؤمنين، حتى لو كان من عباد الله الصالحين، إن كان من عباد الله الصالحين فهذه السكرات حتى ترتفع درجاته أكثر، وإن كان من العصاة حتى تكفر عنه الخطايا، فهو رحمة به، هذا يكون رحمة به. الله تعالى إذا رحم العبد عجل له العقوبة في الدنيا، لأن الصبر على البلاء في الدنيا أهون من الصبر على العذاب في الآخرة، هذا أهون. الآن إذا واحد ابتلاه الله على معاصيه على ذنوبه وغفرت له أهون، أي غفرت له أهون عليه من أن يؤجل له ذلك، يؤخر له ذلك ويعذب في الآخرة. الله تعالى الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا. فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف كالأرض والحجر والكواكب والنبات والإنسان، وليس من قبيل العالم اللطيف الذي قلنا لا يضبطه باليد كالنور والروح والهواء والجن والملائكة، لمخالفته للحوادث، أي لمخالفته جميع المخلوقات. هذه من الصفات الثلاثة عشرة الذاتية الواجبة لله تبارك وتعالى، المخالفة للحوادث، معناها أن الله لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. الإنسان قلنا وهمه يدور حول ما ألفه، تعرفون ما معنى ألفه؟ تقول ألفت الشيء تعودت عليه، فالإنسان وهمه يدور حول ما ألفه من شوم من المحسوسات. أنت ماذا ألفت؟ المحسوسات المخلوقات. فإذا أراد أن يستعمل هذا الوهم بزعمه ليتوصل إلى إدراك حقيقة الله وهذا الممنوع، إلى أين يذهب به هذا الوهم؟ إلى المحسوسات، إلى قياس الخالق على المحسوسات. لذلك قلنا ممنوعا على الإنسان أن يحاول تصور الله، لأن الله ليس شيئا متصورا. ممنوع على الإنسان أن يتفكر في ذات الله، لأن الإنسان لا يتوصل إلى إدراك حقيقة الله، فهو ممنوع من ذلك. إذا قال لك واحد ليش، تقول له هالجواب هذا: لأن وهم الإنسان يدور مع ما ألفه من شؤم من المحسوسات، يعني المخلوقات. فإذا أراد أن يذهب به إلى ما يقول في نفسه أريد أن أتصور ربي، إلى أين يذهب به هذا الوهم؟ إلى معرفة من المحسوسات، يعني إلى الغلط، يعني أن هذا الوهم يأخذه إلى الغلط، لأن حكم الوهم يؤدي إلى الغلط. هل يذهب الشخص في اعتقاده في حق الله إلى الحكم الذي يؤدي به إلى الغلط؟ لا، بل إلى العقل السليم الذي هو شاهد للشرع. نمشي مع العقل السليم الذي هو شاهد للشرع، قلنا نحن أهل الحق عندنا الشرع هو الأصل والعقل السليم هو شاهد له. فإن قيل أن قلنا الله سبحانه وتعالى ليس من قبيل العالم اللطيف، فإذا واحد قال لك أليس من أسمائه اللطيف، من أسماء الله اللطيف، فالجواب أن معنى اللطيف الذي هو اسم لله الرحيم بعباده، هذا المعنى اللطيف الرحيم بعباده. أليس إذا نزل بنا نازلة نقول يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بنا، معناه ارحمنا يا الله، هذا معناه. أو الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه،
من أسماء الله قلنا الباطن، شو معنى الباطن؟ بهذا المعنى احتجب عن الأوهام فلا تدركه، تصورات العباد لا تصل إليه، وأن إلى ربك المنتهى. قال أبي بن كعب، قولوا أنتم، إليه ينتهي فكر من تفكر. قال شيخنا رحمه الله، إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه. فضل الكلام لأنه من جواهر علم التوحيد، من الجواهر في التنزيه. إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه، لا تصل إلى الله تبارك وتعالى. ما دمت أفكارك، ما دمت علمت أن أفكارك لا تصل إلى إدراك الله، تحاول تقول أريد أن أدرك حقيقة الله، لا، الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن إدراكه. هكذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الله تعالى جعل سبيل الخلق إلى معرفته بهذا، بأن يقول الإنسان الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه، وأنا لا أستطيع أن أحيط به علما. هذه معرفة الله، هذا من معرفة الله سبحانه وتعالى. أما الذي لم يرضى بهذا قال لا، أريد أن أتصوره، أريد أن أتخيله، أريد أن أدرك حقيقته، يقع في الكفر والإشراك. فلا نظير له تعالى، أي لا مثيل له. نحن أخذنا هذا من القرآن، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ يعني ليس لله مثل، ليس لله شبيه ولا شبيهة، لا مثيل له ولا شبيهة في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله. الله سبحانه وتعالى ذاته حقيقته الذي لا يشبه الحقائق. أما ذات المخلوق حجمه جسمه، هذا يقال عنه ذاته، ذاتي جسمي. ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، ولا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقة الله تبارك وتعالى. صفات الله هي المعاني، حين نقول صفات الذات هي المعاني القائمة بذات الله، أي الثابتة لله تبارك وتعالى، ليس غيره أوجب له شيئا من صفاته، إنما استحق هذه الصفات لذاته سبحانه وتعالى. أنت ما فيك من الصفات الله جعل ذلك فيك، أنت ذاتك مخلوق وصفاتك مخلوقة. لذلك نرجع شوي لورا، مذاكرة مهمة جدا، نقول كما قال أهل الحق، إن خلق الله للخلق لم يغير في ذاته شيئا. هذا مهم، هذا جدا، إن خلق الله للخلق لم يغير في صفته شيئا، لم يغير في ذاته شيئا. فحين نقول الله خلق الخلق، ليس معنى ذلك أن الله تغير بخلق الخلق فصار مستحقا لاسم الخالق لأنه أوجدهم، لا، هو مستحقا لهذا الاسم قبل أن يكون هؤلاء المخلوقون، قبل أن يكونوا موجودين، الله مستحق لاسم الخالق سبحانه وتعالى. ليس بإيجاده للخلق استحق هذا الاسم، لأنه لو كان كذلك لكان متغيرا، فكان متغيرا بإيجاده للخلق، ولا يجوز على الله التغير. لذلك نقول خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، هذا ما فهمه، هذه نعمة كبيرة. خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، أما عند المجسم المشبهة يقولون خلق الله للعرش غير في صفته، لأنه على زعمهم صار مستقرا عليه، وبعضهم يقول صار جالسا عليه، وبعضهم يقول صار محاريا له للعرش. العرش لا يوجد فوقه كما يقول المشبهة المجسمة، لا يوجد فوقه كما تقول المجسمة. يقولون الله سبحانه وتعالى الذي هو عالم حكيم مريد قادر، يقولون موجود فوق العرش، فوق العرش لا يوجد إلا هذا الكتاب الذي أحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. لا يوجد فوق العرش جسم كما هم يقولون حي عالم مريد، لأنه جعل الله جسما والعياذ بالله. يوجد فوق العرش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب في كتابه، فهو موضوع عنده فوق العرش، أو في رواية فهو مرفوع عنده فوق العرش، يعني في محل كرامته فوق العرش.
إن رحمتي تبقت غضبي. صفات الله أزلية، ذات الله أزلي وصفاته أزلية. شو يعني لما نقول أزلية؟ يعني ليس فيها سابق ومسبوق. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي؟ معناه مظاهر رحمة الله سبقت مظاهر الغضب، معناه مظاهر رحمة الله أكثر وأسبق وجودا من مظاهر الغضب. فالله خلق الملائكة الذين هم من مظاهر رحمة الله وهم أكثر خلق الله عددا قبل خلق الإنس والجن. الله تعالى خلق الجنة التي هي من مظاهر رحمة الله وأكبر من النار قبل خلق النار، قبل خلق جهنم. هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي، هذا معنى. هذا الكتاب موجود وين؟ فوق العرش. ويوجد كتاب أيضا فوق العرش مكتوب فيه آخر آيتين من سورة البقرة. وقال بعض العلماء إن اللوح المحفوظ فوق العرش، هذه الأشياء الموجودة فوق العرش، ليس كما يقول المجسمة المشبهة إن الله موجود فوق العرش. لو كان فوق العرش كما هم يزعمون إن قالوا بالجلوس أو الاستقرار أو بالمحاماة لكان مقدرا بالحجم بالمساحة، ولا يجوز على الله أن يكون مقدرا بالحجم، لأن الجالس على الشيء إن كان بقدره تماما فإن كان هذا الشيء المجلوس عليه مستديرا كان الجالس عليه وهو بقدره مستديرا، وإن كان مستطيلا كان الجالس عليه وهو بقدره مستطيلا، وإن كان مربعا كان مربعا. وكل هذا معناه أنه يكون مخصصا بالحجم بالكمية، والله لا يجوز أن يكون مخصصا سبحانه وتعالى. فإن قالوا أصغر كيف عرف أنه أصغر على زعمه؟ إذا صار مقدرا بالحجم بالمساحة لأنه أصغر من جبل. وإن قالوا أوسع لأن بعضهم يقول أوسع، بعض المشبهة يقولون والعياذ بالله الله جالس على العرش وهو أوسع منه، وبعضهم يقول بقدره وبعضهم يقول هو أقل منه حجما. ففي كل هذه الأحوال يكون مقدرا بالمساحة، يعني يكون ذا حجم. ومن كان مقدرا بالمساحة من كان ذا حجم فإذا هو مخلوق، هو مخصص من قبل غيره، والمخصص لا يكون إلها. الله خصص هذه الموجودات هذه المخلوقات بالوجود بدل العدم. قلنا المشيئة تذكر، قلنا في الدرس الذي مضى تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. الله خصص هذه الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها دون بعض، هو لا يجوز أن يكون مخصصا. فانتبهوا لهذا الكلام. على قول المجسم المشبهة إن خلق الله للعرش غير في صفته شيئا، لأنه على زعمهم صار متصفا بوصف جديد كما هم يزعمون وهو الجلوس أو الاستقرار أو المحاذاة للعرش كما يقولون. وإن قال هو في جهة فوق أيضا يكون معنى كلامهم فساد، يكون فساد معنى كلامهم أن الله تغير شيء من صفاته بإحداثه للجهات، لأنهم يقولون الله صار في الجهة الفوقانية، صار في جهة فوق. والعياذ بالله قال بعضهم تصريحا، قال عن الله قال مثل الله تعالى كمثل نجار إذا بيت له فلما بنى البيت سكنه، والعياذ بالله. الله تعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال، النجار شو هو النجار؟ إنسان مخلوق، وبناءه للبيت كيف يكون؟ بالعلاج والمباشرة، يمسك ويبني ويفعل ويفعل، هذا من صفة المخلوق. فلا تضربوا لله الأمثال. ثم النجار سكن البيت صار في مكان هو في البيت، شغل هذا الحيز من الفراغ في البيت، الله ليس كمثله شيء. هذه مصيبتهم المشبهة المجسمة، لا يرضون بأن يعتقدوا أن الله موجود لا يشبه شيئا، لا يتصور لا يتمثل في القلب، فعمدوا إلى تشبيه الله بخلقه ووصفه بما لا يجوز عليه ولا في فعله. فعل الله صفته في الأزل كما قال أبو حنيفة وكما قال الإمام البخاري، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حاله. قلنا ذكرت في الدرس الماضي الله تعالى له صفات
تسمى الصفات صفات تسمى صفات الذات، وصفات تسمى صفات الأفعال. وأن صفات الذات ما يوصف الله به ولا يوصف بمقابله، وصفات الفعل يوصف بها ويوصف بمقابلها. فنقول تخليق الله صفته في الأزل والمخلوق حادث. تخليق الله صفته في الأزل والمخلوق حادث. تخليق الله فعل الله، فعل الله ليس كفعلنا، أنت فعلك وأنا فعلي بالعلاج والمباشرة. المباشرة يعني هيك أمسك الشيء هكذا أباشره ثم أتصرف، أو أمسك آلة وأتصرف، ففعلي بالعلاج والمباشرة. فعلي حادث، أنا حادث مخلوق، وفعلي حادث مخلوق. فعل الله ليس بمخلوق، ليس كفعل الخلق سبحانه وتعالى، لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها، لأن القاعدة أن الشيء لا يخلق شبيهه، أن الشيء لا يخلق مثله، فالجسم لا يخلق الجسم، الإنسان لا يخلق إنسانا ولا يخلق جزءا من الإنسان، لا يخلق شعرة واحدة لا يخلق، الإنسان لا يخلق قوة ولا يخلق ضعفا، الإنسان لا يخلق شيئا. فإذا قال لك إنسان إذا كان الإنسان لا يخلق شيئا، فما هو حظ الإنسان من عمله؟ ولماذا يحاسب هذا الإنسان على عمله الذي يعمله باختياره؟ فتقول حظ الإنسان من عمله أنه مظهر لاكتساب العمل، هذا حظ الإنسان من عمله، أنه مظهر لاكتساب العمل. شو يعني اكتساب العمل؟ أن الإنسان يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، فلا حظ للإنسان في الخلق، إنما حظ الإنسان أنه يوجه قصده نحو العمل الله يخلقه عند ذلك. الإنسان لا يخلق، الإنسان لا يخلق، الإنسان لا يبرز شيئا من العدم إلى الوجود. كل واحد منا إذا مرض يحب الصحة، هل يستطيع أن يخلق الصحة؟ لو استطاع خلقها فورا عند نزول المرض لا يستطيع، لا يستطيع، يرجو الله العافية، يسأل الله العافية، لا يستطيع، لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه ضررا إلا بمشيئة الله، ولا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي أن يفهم، هذا اعتقاد المسلمين، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا قال لك قائل إذا كان الإنسان ليس خالقا لعمله والله هو الذي يخلق هذا العمل، فعلى أي شيء يحاسب هذا الإنسان؟ على توجيه القصد، على توجيه القصد، أنت توجه قصدك على هذا التوجيه الذي يحصل منك بإرادة منك. وكل إنسان عاقل إذا نظر إلى حال نفسه يميز بين ما يكون منه بالاختيار وما يكون منه بالاضطرار، بلا اختيار منه. الآن كل واحد منا ونحن أحياء والحمد لله قلبنا ينبض، هذا وجه أحدنا اختياره لهذا القلب ليكون نابضا فكان كذلك، لا ولم يخطر علينا عادة إلا إذا فكرنا في الموضوع، يعني وأنت نائم يخطر عليك القلب، نائم عقلك مستتر وهذا القلب ينبض بخلق الله سبحانه وتعالى. لكن حين جئنا إلى المسجد بتوفيق الله سبحانه وتعالى جئنا بإرادتنا، فعلى هذا الإنسان يثاب على توجيه القصد، ليس على الخلق، لأن الخلق ليس له، الله خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنقصان، لا يوصف بالنقصان ولا يوصف بالتفه، يعني لا يوصف بفعل شيء بلا فائدة بلا حكمة، لا يقال الله سبحانه وتعالى فعل فعلا بلا حكمة، فعل الله لحكمة، خلق الله لحكمة، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأن بعض الناس قد يقول لك ليش رب العالمين خلق فينا المعصية، الله قادر على كل شيء، لما خلق فينا المعصية؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، العباد يسألون، الله يسأل العباد، العباد ليس لهم أن يسألوا الله سبحانه وتعالى، هو الحاكم الذي لا محكومية عليه، هو الآمر الذي لا مأمورية عليه،
أما الإنسان فيجب عليه أن يطيع الله، هو خلقه فله لرب العالمين أن يأمره وله أن ينهاه، ويجب على هذا الإنسان أن يطيع ربه سبحانه وتعالى، ولا يقاس الخالق على المخلوق. لأن بعض الناس وصلوا إلى الضلال أهلكوا أنفسهم، وقعوا في الكفر بقياسهم رب العالمين على أنفسهم، فضلوا هلكوا أهلكوا أنفسهم بأنهم قاسوا الله، قاسوا رب العالمين على أنفسهم، فوقعوا في الضلال، وقعوا في الكفر والعياذ بالله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين يرجع من الغزو يقول من جملة ما يقول: وهزم الأحزاب وحدها، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا توحيد، لأن الرسول قال: وهزم الأحزاب وحده، يعني هو الذي خلق ذلك. أليس الرسول ظاهرا والصحابة هزموا الأحزاب ظاهرا، لكن من خلق ذلك؟ الله. لذلك كان الرسول يقول كلما رجع من الغزو: وهزم الأحزاب وحده، هذا توحيد. يعني حين يقول الرسول وهزم الأحزاب وحده، ما معناه؟ معناه يا رب أنت وحدك الذي خلقت ذلك، نحن ما خلقناه، نحن مظهر الابتسام العمل، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا توحيد يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، ونتعلم منه حين يقول وهزم الأحزاب وحده، أي هو وحده خلق ذلك. فإذا الرسول والصحابة كانوا مظاهر لكتاب العمل، ليسوا خالقين لأعمالهم، ليسوا خالقين للمصر، وليسوا خالقين للقتل الذي حصل منهم في الكفار، ليسوا خالقين لذلك. لذلك قال الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ظاهرا من الذي قتل ظاهرا؟ الصحابة. لكن من الذي خلق ذلك؟ الله. فما معنى هذا النفي؟ نفي، لم حرف جزم للنفي، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هنا إثبات، هناك نفي، وظاهرا الصحابة هم الذين قتلوا، يعني لم تخلقوا ذلك، هذا معناه. لابد من التأويل، بدون هذا التأويل يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى التناقض. القرآن ليس فيه تناقض، لأن الكلام عن شيء واحد، عن حادثة واحدة، عن قتل هؤلاء الصحابة للمشركين في الغزو في المعركة، ظاهرا هم قتلوا الكفار، فكيف جاء في القرآن الكريم فلم تقتلوهم؟ لابد من التأويل، أي أنتم ما خلقتم ذلك ولكن الله قتلهم، يعني هو الذي خلق ذلك، هذا معناه، هذا التوحيد، هذا توحيد الله بالفعل. وهذه أهم مسائل العقيدة بعد مسألة إثبات تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هاتان هذه المسألة، تنزيه الله عن مشابهة الخلق ومسألة توحيد الله في الفعل، هاتان أهم مسألتين في علم العقيدة. لذلك العناية، العناية بهذه المسألة وهذه المسألة للكبار والصغار، حفظا وفهما ودراسة وتدريسا وتفهيما، هذه مسألة وهذه المسألة. والثالثة إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، لذلك نكررها كثيرا. لما كنت مع شيخنا رحمه الله نذهب كل سنة إلى الأردن مرة، يدرس الناس هناك رضي الله عنه وجزاه عنا خيرا، فكنا ننقص عادة 30 يوما، في هذه 30 يوما يحملني كتاب العقيدة الصلاحية، هذه العقيدة التي فيها التنزيه، التي فيها التوحيد، تنزيه الله عن مشابهة الخلق، تنزيه الله عن الجهة، تنزيه الله عن المكان، إثبات صفة الكلام لله على الوجه الذي يليق به، وتنزيه هذا الكلام عن أن يكون ككلام الخلق. فكان في كل مجلس، كل يوم في كل مجلس يقول لي اقرأ، وأقرأ هذه العقيدة ويشرحها كل يوم في كل مجلس، أحيانا كان يدرس 6 مرات في اليوم، في كل مرة قالت أنا أحمل الكتاب، كما يقولون فصل الدرس، يقرأ يتكلم في العقيدة، في التوحيد، في التنزيه، ثم يقول لي اقرأ. ليش؟ حتى يبين للناس أن هذه العقيدة ليست شيئا جديدا، ليست شيئا جديدا نحن جئنا به، هذا ما عليه الخلفاء الإسلاميون، وهذا ما عليه السلاطين الإسلاميون، هذا ما عليه كل علماء الإسلام،
فيقول لي اقرأ ويشرح في كل المجالس. لاحظت كان يعطي أحيانا في اليوم 6 دروس، وهو رجل فوق 90 رحمه الله، كان عمره في ذلك الوقت، ويعطي كل هذه الدروس. الآن واحد إذا أعطى درسا يقول تعبت، وإذا أعطى درسين يقول أعطيت درسين، يقول تعبت أريد أن أستريح. وهو في هذا العمر كان يعطي أحيانا في اليوم 6 دروس رحمه الله ونفعنا به. شذوذ هذه العقيدة وصانع العالم لا يحويني قدر تعالى الله عن تشبيهي، قد كان ممدودا ولا مكان، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد خلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء. جلب شغل غريب واثبتوا لذاته التحيز، ضل في التشبيه فيما جوز. قطعة فكر مش هلق، يعني انا عم فكر، قطعة فكر وانا مع الشيخ رحمه الله بتشكيل كلمة العرش، واعلن انه ينح عنها، فمعي قلم، حط قلم دائما لاكتب اذا تكلم، فقال لي هات القلم، واخذ هذه العقيدة حط لك اسرع كلمة العرش. لا قلت له ولا سألته أنا وقتها، أخذ القلم فحط كثرة لكلمة والعرش، والعرش فوق الماء رحمه الله ونفعنا به. فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالحوادث، وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزلية، فالانفعال حادث، فإذا لا يجوز على الله أن يكون متصفا بالانفعال. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة: من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر. يعني من قال إن صفات الله مخلوقة حادثا فهذا كافر، لا يكون مسلما. وأبو حنيفة من السلف الصالح، ولد 80 للهجرة وتوفي 150، فهو من السلف الصالح ويقول هذا الكلام الذي يقول إن صفات الله مخلوقة فهذا كافر. وكذلك الذي يشك في ذلك، يعني من قال بحدوث صفات الله أو شك، تذكروا من أخذنا ما هو الشك، شو هو الشك؟ خلاف اليقين، وهو التردد، يعني يكون هذا الإنسان عنده تردد بين أمرين، ولو رجح أحدهما على الآخر يبقى شكا. فالمؤمن يجزم بأن الله سبحانه وتعالى موجود لا بداية له، وأن صفاته ليست حادثة. من شك في هذا لا يكون مسلما، لأنه يكون جعل الله كخلقه، ومن جعل الله كخلقه لا يكون مسلما. لذلك قال أبو حنيفة هذه الجملة المهمة: من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر. يعني توقف ما معنى توقف؟ قال أنا لا أقول أزلية ولا أقول حادثة، ما بدي أنا أقول خذ بها الموضوع، هذا توقف فهو كافر. كبعض السفهاء في هذه الأيام إذا سئلوا عن بعض الكفار المعلنين يقول بعضهم: يا أخي أنا هذا الموضوع أتوقف فيه، لا أقول عنهم مؤمنين ولا أقول عنهم مش مؤمنين. الإنسان الذي هو ليس بمسلم، ليس مسلما، ماذا يكون؟ يكون كافرا. فبيجي بعض الناس يقول لك: لا يا أخي هذه الطائفة الفلانية أنا لا أقول مؤمنين ولا أقول غير مؤمنين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. الدجال بالرسول وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا الرسول قال وإلا كان من أصحاب النار، يعني من الكفار الذين إذا ماتوا على ذلك سيخلدون في جهنم. وقال الطحاوي ذكره في كتاب الفقه الأكبر، قلنا أبو حنيفة سمى علم التوحيد الفقه الأكبر لأنه الفقه المقدم على فقه الفروع، على الفقه الآخر، لذلك سماه الفقه الأكبر، يعني هو مقدم على الفقه الآخر، على فقه الفروع. لما يقول الفقه الأكبر يريد به العقيدة، يريد به علم العقيدة. وقال الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي في عقيدته التي ألفها، وقال في
بدايتها هذا الذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ما معنى أهل السنة؟ أهل السنة معناه الذين هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السنة هنا بمعنى الشريعة، والشريعة معناها العقيدة والأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة معناها جماعة المسلمين، التضاد الأعظم، الجمهور الغالب. لأنه قد يسألك إنسان، هذه كلمة أهل السنة والجماعة كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش تقول أهل السنة والجماعة؟ كل ما هو ما معناه أهل السنة معناه الذين هم مع الشريعة التي جاء بها الرسول، والشريعة هي العقيدة والأحكام. الجماعة معناه جماعة المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله رجل شهيد. اشرح لي، قل له اشرح لي، شو يعني من أحيا سنتي؟ يعني قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتعليم العقيدة التي جاء بها الرسول والأحكام التي جاء بها الرسول بجد بلا تقصير. الذي يحيي هذه السنة، هذه العقيدة، هذه الأحكام، يقوم بتعليمها بجد بلا تقصير عند فساد الأمة، وقد فسدت الأمة الآن، له أجر شهيد، يعني له مرتبة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. الذي يفعل ذلك في هذا الزمن، في حديث رواه ابن حبان وصححه، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. يعني حين يفسد أهل الشام يقل الخير في كل الدنيا. حين يفسد أهل الشام، أهل الشام مش بس سوريا، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، مساحة واسعة من العريش إلى بارس، العريش في جهة مصر وبارس في جهة العراق، كل هذا يقال عنه شام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وقد فسد أهل الشام، أنتم شايفين، يعني ما نحكي شيء بالخيال، شيء واقع. الكفريات انتشرت في الأردن، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في مصر، في تركيا، انتشر الكفر في كثير من البلاد، انتشر الكفر. فسد أهل الشام في الغالب. الآن أكثر أهل الشام من المتقين ليسوا من المتقين، أكثر أهل الشام، لأننا نقول الشام الذي يروح على غير دمشق، يعني الشام هذا الذي قلنا هذه المساحة الواسعة. الرسول قال: فلا خير فيكم، معناه يقل الخير في كل الدنيا، وقد قل الخير في كل الدنيا. الخير معنى الذي يتعلق بالدين، مش معناته مضاف في أكل وشرب، هذا ليس عن هذا يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الجهال يظنون أن الشام خلاص فيها بركة، وهذه البركة لا تنزع إلى يوم القيامة. هذا الكلام غير صحيح. هكذا قال الرسول في الحديث الصحيح: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. أنا حدثتكم قبل هذا عن إنسان دعاني إلى الشام وجمع أهله، يمكن منه 20 سنة، هذا من دمشق دعاني، وجمع أهله فأعطيتهم درسا في العقيدة، ذكرت التنزيه وذكرت ما يجب لله من الصفات ما يستحيل عليه، وذكرت أنواع الكفر، وتوقفت عند الكفر اللفظي الذي يكثر أن يكون من الناس. فقام رجل محامي قال لي: إذا كنت تقول إن الذي يسب الله، الذي يسب رب العالمين، الذي يسب الإسلام كافر، الذي يستهزئ بالشرع كافر، قال لي: فإذا أنت لن ترجع سوريا كفار. قلت له: أنا لا أتكلم بالأعداد، أنا أتكلم بالحكم الشرعي الذي عرف من القرآن ومن كلام الرسول وقال به الأئمة. من استهزأ بالله كافر، إذا لم يكن هذا كافر من هو الكافر؟ والعياذ بالله. إذا لم يكن هذا كافر فمن هو الكافر على زعمك؟ قال: لا، كيف يعني؟ الناس عملوا سب رب العالمين كثير، قبل الصيف يكونوا كفار، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الذي يقول كلمة الكفر بإرادة يصير كافرا لو كان قبل ذلك من المسلمين. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستهزئ بالله، والذي صدق الله شو من قال عنه؟ يقال عنه مجد الله ومدح الله، أم تهزأ بالله والعياذ بالله من الفساد؟ ما كان يقبل، يعني قبل مجلسه وهذا الإنسان لم يقبل إلى هذا الحد.
فتذكر لهم الأدلة، قال الله، قال الرسول، قال الأئمة، قال الشافعي، قال أحمد، قال الأوزاعي، قال مالك، ولا يقبلون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن محاول، من أحببنا له هداية لا يهتدي إلا إذا شاء الله له أن يهتدي. إذا لم يشاء الله مهما حاولنا لا نستطيع. لسنا أقوى بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا عمه، دعا أبا لهب، أبو لهب أسلم؟ لا. دعا أبا طالب، أبو طالب أسلم؟ لا. دعا حمزة، حمزة أسلم. العباد أسلم. الذي شاء الله له أن يسلم يسلم، الذي لم يشاء الله له لا يسلم. سيدنا نوح ما كان مقصرا في الدعوة إلى الله، وابنه كنعان ما أسلم. سيدنا إبراهيم ما كان مقصرا في الدعوة إلى الله، وأبوه آزر ما أسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني يا محمد، من أحببت له أن يكون مهتديا أنت لا تستطيع أن تخلق ذلك فيه. الذي يخلق ذلك فيه إن شاء هو الله. ليس معناه أن الرسول كان يحب الكافرين ولو كانوا من أقربائه، فإن الله لا يحب الكافرين والرسول لا يحب الكافرين ونحن لا نحب الكافرين. لأن بعض الناس يظن أن معناها أن الرسول كان يحب عمه الكافر. لا، قلت لكم جملة فضوها: كل نبي الله حفظه من أن يميل قلبه إلى محبة ذات كافر. فضوها الجملة: كل نبي الله حفظه من أن يميل قلبه إلى محبة ذات كافر. لا يحب ذات الكافر، يحب له الهداية، يحب له الخير. ما صحيح هذه القصة اللي يقولها بعض الناس؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يهودي يرمي الزبالة عند باب بيته، فلما انقطع ذهب الرسول إليه ليشوف ليش انقطع زلمه. الذي يقصد تحقير الرسول يكفر والعياذ بالله. فهذه قصة ما حصلت أصلا. يعني بعض الناس يروها ويقولوا هذا الرسول فذهب إليه ليعوده، إن ظنوا أن الرسول ذهب إليه رجاء يسلم ليريه حسن خلقه حتى يسلم، ما فيه ضرر على العقيدة. أما من ظن أن الرسول ذهب إليه ليشجعه على رمي الزبالة المفايات عند بيته فهذا كفر. أن بعض الناس راح يشوف يشفق ليش بطلت تلبس بيله، والعياذ بالله من الفساد. الرسول لا يفعل هذا ولا يقول هذا. وكمان شوفوا الفساد اللي بيحصل عن بعض الناس، حصل في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ان مر امامه بجنازه يهودي. الكافر لما يموت وياخذ عزرائيل روحه، يخرج الروح من الجسد، اذا كان هذا الانسان كما قلت الان اذا كان كافرا لا يتركها في يده طرفه عين، يعطيها لملائكه العذاب. ملائكه العذاب ياخذون هذا الروح ويمشون به بعد ان يصعدوا الى السماء، ولا تفتح لهم ابواب السماوات. فيسال اهل السماء: من هذا؟ روح من هذا؟ فيقول: روح فلان. فيقول اهل السماء: اصرحوه. وهو يسمع ويشعر ويحس بالالم والانزعاج، فينزلون به ويمشون مع الجسد حتى اذا دفن ادخل هذا الروح في الجسد. فالملائكة أولياء الله. فلما مر بجنازة يهودي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقف تعظيما للملائكة وقال صلى الله عليه وسلم: إنما تقومون إجلالا للذي معها. يعني تعظيما للملائكة. إجا بعض الناس بعد ما نفس الرسول وقف احتراما للروح، عن أي روح عم يحكوا؟ يتكلمون عن روح الكافر. الرسول لا يحترم الكافر ولا يحترم روح الكافر. كيف تحترم اليهودي وهو عدو الله، عدو دين الله؟ الرسول لا يحبه ولا يحترمه ولا يعظمه صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال: إنما تقومون إجلالا للذي معها، أي تعظيما لملائكة العذاب. يعني الحمد لله أن الرسول بيّن لما قام، ليس كما يقول بعض الناس قام احتراما لروح اليهودي لأنه هذا موت. والرسول وقف لما وصل جسم هذا اليهودي عنده، هذا الكلام افتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم. معاني البشر كثيرة، معنى معاني البشر
صفات البشر وهي كثيرة: الانفعال، التغير، اللون، الشكل، الهيئة، الصورة، الشعور بالألم، الإحساس بالألم، الإحساس بالفرح، هذا الإحساس، هذا الشعور، كل هذا من معاني البشر. الله لا يجوز أن يكون متصفا بصفة من صفات المخلوقات. لذلك قال الطحاوي: وما أعظم هذه الكلمة، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. طب الجلوس من معاني البشر، الاستقرار من معاني البشر، المحاذاة لشيء من معاني البشر. لا يجوز على الله تبارك وتعالى. في واحد من المشبهة المجسمة المعلنين كان لزعمه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العقيدة الطحاوية، فوصل إلى قول الطحاوي: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. واحد من أحبابنا أخبرني أنه عم يتكلم على آلة الصوت، قال فوقفت أسمع ماذا سيقول، إن هذا تنزيه لله عن المكان والجهة. قال فسكت قليلا هذا المشبه المجسم، ثم قال: أخطأ الطحاوي، زعلان على زعمه، زعلان لأنه وجد هذه العبارة لا تمشي مع اعتقاده الفاسد، لأنه يصف الله بجهة فوق، يصف الله بأنه في جهة فوق. فسكت قليلا ثم قال: أخطأ الطحاوي. أما رجل آخر عمل شرحا من المشبهة المجسمة على الطحاوية بزعمه، فكتب: يجل مقام الطحاوي عن أن يقصد أن الله ليس في جهة فوق الاعتبارية، في جهة اسمها جهة اعتبارية، الله على زعمه موجود في جهة فوق الاعتبارية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. إذا كانت كما تزعم حسية أو اعتبارية، كان الله ولم يكن شيء غيره، انتهى الموضوع. كان الله ولم يكن شيء غيره، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هون الطحاوي لاحظوا يقول فقد كفر، يعني يصرح بأن الذي يشبه الله تعالى بشيء من خلقه، يصف الله بصفة من صفات الخلق، فهذا الإنسان مشبه وهو كافر. وعلى هذا الأئمة، أن بعض الناس يقول لك أنت ما لك تكفر يا أخي، هو قال هذا بيانه، ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن من استحق التكفير يكفر، يقال عنه كافر، وإلا كيف يراجع؟ فساد كبير ما يقولونه، يقولون ما في تكفر حدا. طب إذا واحد طب الله على دعمه بتقول له أنت ما أشبك شيء تشهد، أم تقول له كفرت تشهد؟ كفرت تشهد، وإلا كيف ينهى عن الكفر؟ يعني يفتحون هذا من كفر للناس ويقولون لهم ادخلوا فيه، يقولون ما بكفر حدا. الأوزاعي لما ناقش رأس المعتزلة، رأس من رؤوس المعتزلة غيلان المعتزلة الدمشقي أمام المسلمين وأمام الخليفة، قال لهشام بن عبد الملك: كافر وربي الكعبة يا أمير المؤمنين. قال له: هذا كافر. الإمام الشافعي قال: المجسم كافر، يعني كل من يصف الله بأنه جسم فهذا كافر. إمام الشافعي قال ذلك، والإمام أحمد قال: من قال الله جسم لا بالأجسام فهو كافر. الذي يقول عن الله جسم كافر. هذا الأوزاعي يكفر من استحق التكفير، والشافعي ومالك. جاء بعض الناس إلى مالك سألوه عن نكاح القدرية، يعني الزواج بالمعتزلة، القائلين: إن الإنسان يخلق أفعال نفسه. قال: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني هؤلاء مشركون كفار، يعني حكم عليهم بأنهم كفار. هكذا كل العلماء. أبو حنيفة جاء واحد من المبتدع الذين وصلوا إلى حد الكفر، قال له: اخرج عني يا كافر، في وجهه قال له: اخرج عني يا كافر. لما الشافعي ناقش حصن الفرد ماذا قال له؟ لقد كفرت بالله العظيم، كفره في وجهه. الآن بعض الصحفاء يقول لك: لا يا أخي ما فيك تكفر، ربنا هو الذي كفر على زعمهم، هكذا يقولون. نحن مع الأئمة، الأئمة هم فهموا القرآن، أئمة الهدى هم فهموا القرآن، هم فهموا الحديث، ليس أئمة الضلال. في أئمة هدى وأئمة ضلال، أئمة الضلال لا علم بهم، ساقوا الناس إلى الضلال. أئمة الهدى هم فهموا القرآن، هم فهموا الحديث، هم فسروه على المعاني الصحيحة. وأرجو أن تحفظوا أيضا مقالة زين العابدين التي ذكرتها قبل هذا في هذا المسجد. زين العابدين علي
بن حسين بن علي رضي الله عنه، وكان أفضل قرشي في زمانه. هذا زين العابدين كان يسمى الإمام السجاد لأنه يصلي 1000 ركعة في اليوم غير الفريضة، يصلي كل يوم 1000 ركعة، وهو شديد الهيبة والوقار. فهذا الإنسان قال هذه الكلمة اللي هو من السلف الصالح، ورواها عنه الإمام محمد مرتضى الزبيدي الذي هو كان من الفقهاء وكان خاتمة اللغويين ومن أهل الحديث. رواها عنه بإسناد المتصل منه إليه، إسناد متصل من مرتضى الزبيدي إلى زين العابدين في هذه الصحيفة السجادية، اسمها الصحيفة السجادية. فأرجو أن تحفظوا هذه المقالة. قال: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت لا يحويك مكان. شو يعني لا يحويك مكان؟ يعني موجود بلا مكان. كثير من العوام كانوا يسألوننا هذه كلمة الله موجود بلا مكان وين جبتوها؟ هاي زي العابدين عم بيقول لا يحويك مكان عن الله. شو يعني لا يحويك مكان؟ موجود بلا مكان. قال: لا تحس ولا تمس ولا تجس. يعني الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون متصفا بصفة من صفات المخلوقين. هذا الإحساس والجس والمس هذا كله من صفات المخلوقين. فقال لا يحويك مكان، فإذا هو نزه الله عن المكان، وهو من السلف الصالح. الإمام زين العابدين هذا من السلف الصالح. فاحفظوا هذه الكلمة، حقول أنهم يسمون. قولوا: قال الإمام زين العابدين، قال الإمام زين العابدين الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية، سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت لا يحويك مكان، لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تجس، لا تحس ولا تمس ولا تجس. قولوا من بعد الله يجزيكم خير: اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى شيخنا الشيخ عبد الله العربي وإلى كل من حضر هذا المجلس وإلى كل من يسمع هذا الدرس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجمعنا في الآخرة تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي الفردوس الأعلى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأحبابنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين، وارزقنا مقام الإحسان ورؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. أقول النكال الأوفى: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نويت لله تعالى لعمرين: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته،
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العلماء يقولون الأكمل أن تقرأ حديث الرسول كما تقرأ القرآن، وإن كان الناس يستغربون، لكن هكذا الأكمل، هكذا الأحسن، هكذا الأسوأ. لكن من حيث الصواب إن لم تحرف، يعني إن جئت بالحروف الصحيحة، لو لم تأتي بكل أحكام التجويد في أثناء قراءة الحديث، حديث الرسول، لك ثواب. لكن في أشياء تذهب السر في الدعاء الوارد، لابد أن تأتي ببعض الأحكام كما كان يقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لا يحصل لك السر. هؤلاء الذين يقرؤون بسرعة، كثير منهم يأكلون بعض الحروف، وكثير منهم لا يخرجون كل حرف من مخرجه. الحروف لها مخارج، الحرف له مخرج، مخرج لهذا الحرف الضاد مخرجها غير مخرج السين مثلا، هذه لها مخرج، هذه لها مخرج. عند بعض الناس هكذا يعلقون الكلام حلقا ويأكلون الحروف أكلا أثناء الكلام. هؤلاء لا يحصلون على المراد، بل إن حرفوا أثموا، إن حرفوا أثموا، يعني غيروا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، حرفوه كقول بعض الناس بدل أن يقول الله يقول الله. بعض الناس حتى في التهليل بدل أن يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، هكذا يقول بعضهم. هذا تحريف، هذا وقع في المعصية، ليس فقط ليس له أجر، ليس له ثواب، ولا يحصل السر، بل هذا عليه إثم. حدثنا شيخنا عن امرأة صالحة تقية كانت في عرسان، كانت كل يوم تخرج بالكروم، كروم العنب، فتذكر الله بالاسم المفرد بلفظ الجلال، الله الله الله، مش كما يقول بعض جهالة المتصوفة الله 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 الله، هكذا يفعلون ويكثرون، يظنون أنهم يحسنون. الجهل يحسن للإنسان ما هو فاسد، ما هو قبيح، الجهل هكذا يفعل الإنسان الجاهل. أما هذه كانت تقية تخاف الله، تخرج تقول الله الله الله، قالت فصرت أسمع الكروم تقول الله الله الله، الله تعالى أكرمها بأن أسمعها الذكر الذي يخرج من هذه الكروم بحسن حالها، لأن هذا يفيدها تتنشط على الطاعة. بذلك الرسول لما دعا للعباس عليه الصلاة والسلام، كان عنده العباس فدعا له، فالحائط واسكفة الباب واسكفة الدار قالت آمين بصوت سمعه، حتى العباس سمع هذا. فهذا مثل هذا من الغرائب ينشط المؤمن على الزيادة في الطاعة. أما ما يفعله هؤلاء الجهال، يمسك الصبح أحدهم ويديرها بسرعة، يقول الله حي الله حي الله حي الله حي، هذا ما يفعل، مبسوط عن نغم يمكن، هو لا ينفعه هذا النغم مع التحريف، لا ينفعه. بعض الناس يلتفتون إلى النغم، وكيف طالع النغم، كيف طالع الصوت. في سوريا كثير من الناس الذين يجتمعون باسم الذكر، يجتمعون على تحريف الذكر، يقفوا بيعملوا حلق حلق هكذا دوائر، ويوجد قوال في الوسط، هذا الذي يكون صوته أعلى ومتميز عادة يكون، فهم يقولون على ذلك يذكرون الله، وهذا القوال الذي في الوسط كثيرا ما يقول كلاما فاسدا، يقول وما في الوجود سوى واحد ولكن تكسر لما صفر، على زعمه يقول هذا الوجود ما فيه إلا واحد وهو الله، صار كثيرا لما صفر، تعدد الله لما صفر. قال شيخنا شيخ عبد الله رحمه الله، تكلمت مع واحد من المتعسفين منهم، قلت له كيف تقولون عن الله ولكن تكسر لما صفر؟ قال صار كثيرا بصفاته، والعياذ بالله من الفساد. الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، لا تزيد ولا تنقص. هذا الجهل، هكذا الجهل يجر بصاحبه للهلاك. قال صار كثيرا بصفاته، يريد أن يدافع عن الفساد، دافع عن الفساد بشو؟ بفساد، دافع عن الفساد بفساد. شو السبب يا أحبابنا؟ جهل،
الجهل يهتف بصاحبه كما يفعل السم الذي يشربه يهلكه، يعني يدمر هذا الإنسان، ثم هذا الإنسان الجاهل يفسد غيره يهلل. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اغفر